السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا اليوم في واحد الوصفه اللي هي كتجي زوينه بزاف. الباستا مع دلب الدجاج والخضر والناطا، هاكي كتجي زوينه بزاف. ام مروان كتحييكم وكتقول لكم رمضان مبارك سعيد، نتمنى يا ربي يدخل علينا بالصحه والعافيه ويرفع علينا ربي هذا الوباء. هاكي كتجي زوينه بزاف. يلا ندوزو نشوفو المقادير وصفة التحضير، بقاو معايا في الفيديو حتى النهاية، فرجة ممتعة. دابا غادي ندوزو نشوفو مقادير وصفة التحضير ديال السباكيتي اللي غادي نعدل اليوم ديال الدجاج. عندي هنا الدجاج مقطع على هاد الشكل، عندي الشامبينيوس أو فقاع، عندي الكريعة مقطعة على هاد الشكل طويلة، خزو أو جعدة مقطعة على هاد الشكل. غادي نعدلها بالناطا، هاد الناطا هادي ديال الكوزينه اللي كدير الاكل، الزيت البلديه. عندي هاد الزيت ديال السيسامون او الزيت ديال الجنجلان كيعطي واحد الصابون زوين، شويه ديال الزعتره اللي عنده الزعتره يديرها واللي ما عندوش يمين الصح تعر عادي او بلاش. ملح، عندي هنا بيمينتا، شويه ديال الكركم او الخرقوم بلدي، شويه ديال سكنجبير كما كنعرفوا الدجاج كيجي زوين مع سكنجبير، ورقه سيناموسه هذه غادي نستعملو. عندي هنا الماء كيطيب من السباكيتي، غادي نستعمل ورقه سيناموسه، الملح على حسب الذوق اللي غدير السباكيتي. غادي ندير شويه ديال الزيت باش ما نلصقليش السباكيتي ديالي تجي مفلسه. السباكيتي كنبقى نهبطو عادي بحال هاد الشكل شويه بشويه حتى كتفزك كلها بالماء. دابا انا حطيت المقله فوق النار، عندي غير شويه ديال الزيت اللي غندوز فيه الدجاج مع الخضر اللي غادي نستعملها، شويه ديال الزيت ديال الجنجلان هذاك مشت معايا. من بعد ما سخن الزيت مباشره غادي ندير الدجاج. مشت معايا الزيت ديال الجنجلان كيعطي واحد الصابون زوين بزاف. ما غاديش نبقى نحرك حتى نخلي حتى يتحمر مزيان، من بعد عاد نخرجو. غادي ندير فوق منه شويه ديال الملح، من بعد ما تحمر لي الدجاج كما شفتو معايا غادي نهزو باش نضيف الخضر. غادي نضيف الكريعه، يعني على البلانش ما غاديش نزيد الزيت، غادي نسلطة شوية ديال الملح. أنا درت الدجاج اللولاني باش كيخلي ديك المذاق ديالو في الصابون كيجي زوين بزاف. كما كتشوفو معايا الكريعة حيدت لها ديك الزريعة ديالها، خليتها قطعت بحال هاد الشكل باش متعجنش. الباستا أو سباكيتي راها طابت، دابا غادي ندوز نقطرها في الشوكة. ما تنساوش الباستا ديالكم او سباكيتي ملي تقطروها من الماء طيبوا عليها شويه ديال الزيت وحركوها مزيان باش ما تعجنش تقوم فلسه. من بعد ما تحمرت الكريعه ديالنا بحال هذا الشكل دابا غادي نحيدها باش ندوز ندير الخزو. ما تنساوش دائما السردل ديالكم او المقله دائما تكون ما كتلصقش باش ما تقصر لكم شي الاكل ديالكم. كما كتشوفوا معايا خزو بقى كيتحمر، كنستمروا بحال هذا الشيء على هذا الشكل، يعني ما كنديرش الزيت بزاف غير داك الزيت النيت كنستعملو بحال اللي كيطيب غير هاد البلانشا.
ملي كتشوفوا معايا الزره تحمر، نقدر شويه ديال الزيت مره ولكن ما لزقش. دابا غادي نحيدو، ملي ما حيد خزو غادي نزيد غير شي شويه ديال الزيت، غير شويه بحال هاد الشكل. غادي نضيف الشامبينيون، كما كتعرفوا الشامبينيون كتلق الماء، ولكن زاد عاد نشف. دابا غادي نضيف شويه ديال الملح، غادي نخرج دائما نديرو الملح على حساب المقادير على حساب القياس. كما كتشوفوا معايا الشامبينيوس يعني طلقت الماء، نستمروا بحال هذا الشكل حتى كنساليو، يعني راه ما عاد لصق لي شي. اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا معايا يعني شربت هذيك الكاردو او الماء ديالي اللي طلق. دابا غادي نخلط العناصر كلها مع بعضها كما حمرنا هاد الخضار مع الدجاج. دابا غادي ندير شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الخرقوم بلدي او كركمه، شويه ديال بيمينتا نيغرا هادي اللي كتشوفوها معايا، سكنجبير. غادي ندير شويه ديال الزعتره هادي اللي شفتوها معايا، كتبقاو حنا نسمه زوينه، يمكن لكم ديروا الصحتر، نكبو غير شويه. دابا غادي نضيف الناطه، وغادي نخلط معاها بزاف كلهم مع بعضات. انا درت جوج ديال الناطه من هذا الحجم الصغير، هذه درت فيها شويه ديال الماء، وغادي نديرها فوق منها، وغادي نبدا كنخلط بحال هذا الشكل. كما تعرفوا الدراري الصغار كيعز عليهم باستا، كلكم انكم تعدلوها في المنزل الاطفال ديالكم كتجي احسن، كلكم تعدلوها بالكامبات كيبقى اختياري. التون مع الطماطيط، التون مع الطماطي يعني الدراري عزيز عليهم تا هما تا هي. بعد ما درت سباكيتي ديالي في بلاطو، دابا مباشرة غادي ندير هاد الصلصة فوق منها بحال هاد الشكل، كتجي زوينه بزاف. انا كما شفت معايا التبزيره خديتها حتى النهايه باش ما تحرق لي شي، وهذا هو الشكل النهائي ديال الاكله ديال اليوم. نتمنى نتجربوها بالصحه والراحه، وصلنا نحرق النهايه ديال الحلقه. ما تنساوش تشترك بالقناه وتضغط على الجرس ليوصلكم كل المزيد، وتهلاو في ريوسكم. مع السلامه ورمضان مبارك سعيد.